فقرتنا الأخيرة كتير بتهم كتير من السيدات، وخاصة هلأ بالشهر الوردي. ومع ضيفتنا اللي نحن كتير بنحبها، رح نروح بعالم التغذية وعلاقة التغذية بين والعلاقة بين التغذية وبين السرطان، يلي أظهرت إنه العادات الغذائية السليمة بالإضافة لطريقة حفظ الأغذية يؤدي إلى خفض خطر الإصابة بالسرطان، وأيضا الوزن القليل ما نخفف من الوزن كمان بيبعدنا عن الإصابة بالسرطان. رح نحكي بعالم التغذية وكيف بنحمي حالنا بالغذاء الصحي والصحيح مع أخصائية تغذية سوا بالغبرة. أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحكم، يا صباحو اهلا وسهلا، يا يسعد اهلا صباحك. وسهلا، يا اهلا وسهلا. حكينا بالمقدمه يمكن اهميه العلاقه الوثيقه بالغذاء والنظام الغذائي الصحيح مع الامراض، بس نحن الشعب السوري نوعا ما بنمتاز بميزه انه المونه، كيف بنمون بنحتفظ كثير من الاغذيه صح، بالثلاجه والبراد. في بعض يمكن مفاهيم الخاطئه نوعا ما لحفظ الاغذيه، خلينا نحكي عنها قديش فعلا بتاثر. بيقولوا لك انه هي ممكن تكون مهيئه او محفزه للسرطان اليوم. تمام. هلا نحن حتى ستات البيوت، نحن كاخصائيين تغذيه وهالامور، هي احيانا من من ستات بيوت بطريقه الافديد لحفظ الاغذيه، لانه هن مو بس فقط عندهم اياها كتوارث غذائي، لكن كمان هن عندهم اياها كخبره عمليه. يعني صحيح. ممكن تقري معلومه نظريه 3 4 سنين وقت تيجي تحطيها على ارض الواقع تلاقيها ما لها فائده. هاي المشكله، هي الدراسات ممكن يعطيك طرق كثير، بس تيجي ست بيت بسيطه مجربه على ارض الواقع او متوارثه من ستها او من امها هالامور هي تلاقيها انجع. لكن بالفعل اثبتت بعض الدراسات انه في طرق خاطئه جدا لعمليه تخزين الاغذيه بطرق هي، غير انه نحن بنعرف كلياتنا قديش بالتخزين تفقد القيمه الغذائيه اي منتج او هالامور هي كلها. لكن لنحافظ على روح هي الماده هي وناخذ فائدتها بقدر الامكان حتى نتناولها بفصل اخر، في كثير قواعد كثير مهمه. لكن انا كثير بشد على انه نحن بنستخدم الملح بحيث التفويض ببعض الاشياء، هي عملية كثير ناجحه وبالعكس بتقتل بعض انواع البكتيريا اللي ممكن تسبب احيانا انواع من السرطانات. هلا القصه كلها عالم تفكر انه الكيميكال برودكتس هدول الامور الكيميائيه هي اللي هي بتعمل هالسرطانات، لكن نحن بنغفل انه احيانا في بعض انواع بكتيريه بتعيش على بعض المواد، هي ممكن تعمل عندي اياها انواع معينه من العفونه بالكولون تسبب فضلات سامه جدا، تسبب كمان جذور حره بالجسم، هي بتسبب هالامور هي كلياتها على المدى البعيد. هلا في نحن مثلا عندنا كتموين المواد الغذائيه، مثلا ماده الملوخيه، هاي المواد الصماغيه عندك اياها ممكن تعيش عليها بكتيريا كتير معينه. احنا بنيبسها، احنا بنيبسها وهذا الشيء الصح، بس كمان في عندنا عمده شيء اسمه الماده الصماغيه اللي هي كمان موجوده حتى لو تيبست هي، يعني بيشمسوها بيحطوها بيتركوها طول، لو بالضبط بيقول لك الشمس بتقتل البكتيريا لو طبعا تمت. والفطريات وهذا شيء صحيح جدا، لكن الفكره الاساسيه نحن على طول نتعود انه نحن ناخذ الشيء الفريش حتى لو كان، يعني احنا عندنا مونه بالبراد وهالامور هي. لكن انا مو ضد الفكره، بس اجمالا عم اقول انه نحن مو جايين نحذر ونخوف من المونه والامور هي لا، لكن انا كثير بحبز انه بعد كمان التشميس والهي زرار من الملح يجي على هاي المواد المخزنه، كثير بتعمل عمليات حفظ اطول وبتقتل هاي البكتيريا الضاره اللي هي نحن بنقول عنها ممكن تسبب بعض هالانواع هي. النقطه الثانيه، انا كثير بركز جدا كمان على عدم تسخين الاكل مره ثانيه بالميكرويف، لانه اي اكله ممكن عندك اياها تكون موجود فيها زيت او القصص هاي مقليه او انطبخت بشي ماده زيتيه او هالامور هي، إعادة تسخينها بالميكروويف ولإعادة النضج تبعها والأمور إنك تاخديها سخنة وهالأمور هي كمان من أحد الأشياء اللي بتخلي المواد الزيتية تتكسر الروابط تبعها وتنتج الراديكلز الجذور الحرة، هي كتير كمان مسرطنة وهالأمور هي بدنا ننتبه عليها. هلا مرة حدثت مثلا نحن مستعجلين بالأسبوع مرة، مثلا بالعشر أيام مرة ما في مشاكل، بس لكن يوميا أنا آكل أكل مسخن بالميكروويف هذا شيء غلط. على الغاز أفضل؟ طبعا ولا نفس الشيء؟ طبعا أفضل. لانه الاشعه تبع الميكروويف تختلف طبيعتها عن الحراره الخارجيه اللي بتتعرض للمحيط، خاصه اذا كان ببلاستيك. هلا شوفي حياه قلبي، مو قصه هلا للميكروويف عندك خصوصيات، واكيد نحن ما بنقدر نحط معادن ما بنحط هي، بس الفكره الاساسيه اني انا كثير بلاقي اكثر شيء غلط مثلا
تلاقي انه مثلا بطاطا مقليه رجعت تسخنت مثلا بالميكروويف، مثلا لقيت هلا مطبوخه طبخ عادي رز مثلا شيء عم تسخنيه مو اشكال، لكن المواد الدسمه بالذات هي كثير بدنا ننتبه عليها. الشيء الثاني اللي بيقوله انه انا نحافظ على الاشياء اللي هي اللي بيستغربوا بعض الاحيان انه فيتامين سي رائع كماده حافظه، اللي ما بنعرفه باهل الاشياء العلميه الحديثه اللي اجت هلا بحفظ المنتجات الغذائيه، فيتامين سي، فيتامين سي مضاد اكسده جدا عالي، بيطرد اي شيء جذور حره ممكن تكون متشكله اساسا بالماده الغذائيه. هلا فيني اضيف بعض عصير الليمون شوي او بعض الخل لاي ماده انا بدي فورها انا بدي امونها، هي كثير بتعمل حفظ للماده، بتلاقي انه حتى تحسن عندك جوده الماده الغذائيه وبتخدم معك بفترات اطول. الشيء اللي بيهمني امره تناول المونه كثير رائع جدا، بس يعني نحن ما يعني نحاول انه مثلا بسبع ايام بالاسبوع يكون عندنا يوم او يومين اكل من مونه البراد. بالنسبه للحوم والفترات الطويله لإلها، نحن بدنا نعرف انه مثلا هي اللحمه اجت مثلا من 3 شهور حفظ او من مثلا 5 شهور حفظ، يعني لازم كثير نسال اللحام قد ايش صار للذبيحه تبعه، يعني هالامور هلا هن كلهم حيجاوبوك تازه وما احلاها هالامور هي كلياتها، لكن كل انسان بيعرف لحامه مدته لازم يعني تقول. انا مع كثير انه الناس تسال عن لحمه رغم انه هلا اسعارها غاليه جدا وهالامور عندك بالفريزر يعني نحن ما نتجاوز كحفظ بين الاربع شهور والخمس شهور، اكثر من هيك بتبلش مواد معينه باللحوم عندك اياها تتفسخ حتى لو كانت بدرجات هلا بقول لك حدا حاطط بالفريزر ما له حاطط حدا شو هلا شو ست شهور هلا بالضبط يعني هلا قدر الامكان هلا نحن بنتامل ان شاء الله بلادنا ترجع لخير وبركتها باذن الله تعالى. المعلومه احيانا تستخدميها بعد 5 سنين من معرفتها، فان شاء الله نحن متأملين باذن الله تعالى. كمان خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه ثواب، يعني مثلا بكون عندنا بندوره من هون منزوعه ومن هون منيحه، فنحن من قصه بناخذ الطرف المنيح المنزوع بنكبه، اي ماده او اي خضار او اي فواكه او اي شيء بنقطع الماده العفنه ومفكر حالها انه هديك هذا الشيء صح، او ان كان على الجبنه ان كانت ريكفورد هي النوع اللي هو معفن، هدول قديش مؤذيين كمان؟ سؤال كثير حلو لانه بالفعل نحن هيك بنعمل، يعني بنخاف هلا بنشوف مثلا اخذنا خضره طلعت لنا وحده معفنه وهالقصص، هي مستحيل نكبها كلها. هلا انا حقول انه بالفعل تتسرب شيء من عفونة هاي المادة تغلغلت، لأنه أنت العفونة اللي شايفها الظاهرية اللي هي هون، لكن أول ما بذور العفونة لا يتظهر على الشكل الظاهري لأي ثمرة أو لأي منتج، لذلك لازم تتغلغل بين الخلايا لتتغذى ليصير عندك الانتشار البكتيري. هاي أكيد بتكون غابة تماما هذا هاي الأمور هاي كلياتها، لكن بفضل الله تعالى نحن مجهزين بجهاز مناعي بإذن الله تعالى ممكن يحارب هالأمور هاي كلها. هلا نحن ما بدنا نفوت بمعالم إنه نحن ندقق بطريقة إنه كل شيء بدنا هي نحن عم نتعاطى مع عصر شوي اقتصاديا نحن شوي تعبانين فيه، بس القصه انه انا بالفعل انت بالبدايه لا تاخذ قطعه تفاحتها شوي مبلش ينتقر عندك اياها حتى لو كان سعرها ابخس. هلا القصه اللي بدي اقولها انه عالم انتشار البكتيريا مو بيكون بالظاهر على طول بهالشكل هذا، لانه لازم تكون عندك مجموعه من البكتيريا تغلغلت بالنسج تبع الثمره وعملت عندك اياها، هلا بتبلش تتغذى، هي وقت بتفوت على جسمك هي اللي بتعمل عندك اياها المستعمره البكتيريه. انا معك انه خاصه الجبن، خاصه بالنسبه لي الشغلات فيها البروتينات، اذا انتشرت العفونه باي منطقه لا تغرف وتكب، لازم تنكب الشغله كلياتها للاسف، يعني لانه هذا شيء صحيح وواقع علميا مضبوط. طيب خلينا كمان نرجع لطريقه حفظ الاطعمه، نحكي كمان معلومات اضافيه لبعض الاطعمه، يعني احنا حكينا مثلا شوي من الخل، شوي من الليمون، رشه ملح، بس بتلاقي ست البيت دائما بتلاقي دباره، يمكن اي شيء ممكن تحتفظ فيه لانه هي بتحب يكون في عندها مونه بسبب الوضع الاقتصادي اللي حكيناه. طبعا شوي هلا الفكره الاساسيه كمان من احد العوامل اللي بتزود نسبه الحفظ هي الغمر بالماده الزيتيه. يعني هلا تشوفي هلا مثلا اي
اللاكتوز انتشرت عندك طلعت الطبقة العلوية بيصير العفونة فوق، هي ما ننتبه عليها، هي بدكم فورا تشيلوها لأنه ممكن تغلغل عندي إياها المادة العفنة لتحت. القصة اللي بيهمني أمر الحفظ بالمواد الزيتية كتير رائع، بيعمل عندي إياها تسكير لأي بكتيريا أو أي شيء ممكن ينتشر بالأوساط الرطبة. أكثر وسط ممكن يزود عندي إياها انتشار البكتيريا والعفونة بالمونة هي هو الوسط السكري والرطب، يعني هي كتير مهمين. كمان مثل ما حكيتوا انه حتى تجفيف بأشعة الشمس هذا اكثر قاتل للبكتيريا والامور هي، رغم انه أشعة الشمس ممكن تفقد العنصر الغذائي كتير قيم معينة فيه. القصة الثانية اللي بيهمني امرها ننتبه انه قديش مدة الحفظ المونة، ننتبه انه احيانا انواع المونة حد المونة ممكن تقتل يعني تنقلها البكتيريا بطريقة نحن ما ننتبه لها، يعني ممكن يكون مثلا بندوراية معفنة عملت جو بكتيري نشرته بالبرات كلياتها، ممكن تضرب لي مادة غذائية اثنين ثلاثة. المحافظة على كل اسبوعين تنظيف البراد حتى تنظيف الفريزر، هذا كتير بيعمل عندي اياه خدمة للمونة بنسبة كتير عالية، لانه هاي الاشياء اللي بتوقف عندك اياها حفظ المونة انت مالك منتبهتي لها، يعني هالامور هي كلياتها، اندلق شيء بالبراد فورا ينمسح خاصة اذا كان وسط سكري، الامور هي كلياتها اذا انتبهت عليها كتير مهمة. الشيء اللي بيهمني امره غير كمان وسط السكري بيجذب يعني بيكون في انتشار للبكتيريا طبعا لانه وسط مغذي. الفكرة اللي بدي احكي عليها انه المونة لها كل مونة لها طريقة حفظ معينة حتى تحافظي على لونها جودتها هالأمور هي باستها، لكن نحن برجع بقول الملح الليمون أكثر شيء بيستخدموه، كمان الليمون، الخل، المادة الزيتية هي أكثر الأشياء الشائعة بحفظ المونة. النقطة الثانية اللي أكثر شيء اللي بتحفظي فيها مونتها نظافة البراد، هي إذا انتبهنا عليها كيف طريقة وقت تغليف كمان تفريغ من الهواء، سحب الهواء، الهواء كثير مؤكسد، يعني هلا نحن كثير بيهمني أنا الأكياس البلاستيكية اللي تكون عندك إياها اللي بدها تخدم معك بالشد انها تكون عازلة عن الهواء بشكل كتير مرتب. القصة الثانية اللي هلأ في كياس مونة هلأ هي بايظة الثمن نوعا ما تختلف بجودة عن الكياس البلاستيكية، هي صحية اكثر، لكن هلأ بدي احكي مع اتعاطى مع عامة الشعب يعني اللي هو بيحط بالكيس النايلون وبيفرغ وبيهي، هاي الاشياء كتير اذا حافظنا عليها كتير الامور بتفرق معنا بالحفاظ على الغذاء الصح، وقت بيفوت على جسمنا ما بيأذي جسمنا، وان شاء الله بنتمنى العافية للجميع بإذن الله. ان شاء الله اكيد. ثواب قبل ما نختم بس خلينا نركز على نقطة، بما أنه عم نحكي عن السرطان وكيف فينا نحن نتبع حياة غذائية صحيحة ونبتعد عن عادات خاطئة إن كانت بالمونة وإن كانت بالأطعمة السمنة، ليش هي بتساعد وبتحفز أكثر يمكن الإصابة بسرطان الثدي؟ خلينا نحكي هاي المعلومة قبل ما نختم. كتير هلأ السرطان الثدي معظمه بينتج عن اضطراب هرموني لهرمون اسمه الأستروجين، مكان مستعمر هرمون الأستروجين هو النسج الدهنية. كل إنسان بحاجة إلى نسيج معين دهني بنسبة كتلة الجسم تبعه بحدوده مشان يصنع فيتامين دال يخزن الكوليسترول الأمور هي، لكن كل شيء زاد عن حده قلب ضده. وجود النسج الدهنية بنسبة عالية عند الإناث إذا بدنا نحكي على سرطان الثدي بيعمل عندي زيادة استروجينية بالجسم حتما، لأنه النسج الدهنية ممكن تخزن كميات كبيرة منها، وهون بقى بيصير الاضطراب الهرموني اللي ممكن عند أي إنسان عنده استعداد لهي الموضوع إنه ينشط لها. تنزيل الوزن بحال عندك مثلا عيلة مصابة بهذا المرض هذا أكبر وقاية جدا لهذا المرض. النقطة الثانية لأي إنسان انصابت بهذا المرض الأدوية تبعها تعاني الأنثى منها من هي أدوية تزيد الوزن، لأنه ممكن يكون في علاج هرموني ما بعد المرحلة الكيميائية والشعاعية، فهي الأشياء هي كمان بدها تضبط الوزن، يعني نحن بنعتذر من مريضنا بنقول له مقسوم لا تاكل وصحي لا تقسم وكل لا تشبع، فبتكوني عم يعطوها للمريضة أدوية بتسمن جدا وبنفس الوقت بيقولوا لها خفضي وزنك، وهون بتوع بقى المشاكل الكتير العليا، وكمان بسرطانات الرحم المبايض وقت بينزال نسج عضلية فالجسم بده يعوض هذا النسج الفارغ بنسج دهنية. وأنا كمان هلأ بنوه أنه أنا إزالة الرحم بسبب وبلا سبب بسبب ليف معين هذا كتير انتشرت شائعته عندي مع احترام لكل الاستشارات الطبية، لكن مو تقيم من الأنثى الرحم تبعها بسبب بس نزيف بسيط من الهي، لأنه هي نسج عضلية وقت بيصير هذا الفراغ
الفراغ بده يتحولوا الجسم لكتل دهنية. صحيح. فهذا الموضوع كثير بدنا ننتبه عليه ونحذر فيه، وطبعا نحن مع الاستشارة الطبية، لكن مو من أي سبب تفكر الرحم هو فقط للإنجاب، هو ترموميتر لجسمه، هو لمنظم لهرموناته، فكل هالأمور هاي. بدنا نتشكرك اكيد اخصائيه التغذيه ثواب الغبره على وجودك معنا، وكنا سعيدين بحضرتك اليوم. شكرا كثير لك. الله يحميكم يا رب. شكرا كثير يا ثواب اكيد، ونحن بنحب كل المعلومات تعطينا اياها، وبنحب وجودك. تسلم يا شكرا كثير لك.